انا بحلم نكون بالمدرسه ما بكون هون. نحن تهجرنا من مدينه خان شيخون ونشتغل في الزرع، وهالمصلحه كثير تعبي. انا بتمنى اكون في المدرسه. انا كل يوم في عالشغل، بتم اشتغل لاذان المغرب وعيت عالشغل. انا بتمنى وعيان عالمدرسه بساعد ابويا، لان ما في امكانيات لحتى نروح المدرسه. نحن ما بنسامح يلي كان السبب، هجرونا وحرمونا الدراسه. لا بعرف ادرس، عمري 14 سنه لا بعرف اقرا ولا اكتب. انا الذنب لحتى ما اعرف اقرا ولا اكتب. في كثير اطفال مثلي، في كثير بتتمنى بس تعرف ايش هي القراءه. انا حلمي يكون اعرف اقرا. انا ما بس بحكي عن نفسي، في كثير اطفال نفسي تشتغل مصالح وكل شيء، وفي ناس كثير لا بتعرف تقرا ولا تكتب، وفي ناس لا بتفرح لا عندها هبات ولا شيء، وفي ناس بتموت احيانا من الشوب، وفي ناس بتموت من البرد. هاي الناس الذنب لحتى لا تفرح ولا تتهنى، لا بتعرف ايش هو الدراسه ولا 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 القراءه. هاي الذنب لحتى ما تعرف تقرا ولا تكتب. هاي مانا اطفال طيب، نحن ذنبنا نحن. بتمنى من المنظمات تطلع لحال الاطفال كيف عايشه، بتمنى منها انه ترجعهم على المدارس، يعرفوا يقراوا بيعرفوا يكتبوا، بيصيروا دكاتره، بيصيروا اساتذه، بيفيدوا البلد. بتمنى ان شاء الله هيك. في كثير اطفال تشتغل سيارات، تشتغل كوميدي، بتشتغل كثير مصالح، كلهم لا بيعرفوا ولا بيقراوا ولا يكتبوا. بتمنى بس يعرفوا يقراوا ويكتبوا. ما بس انا بحكي عن حالي، عن كثير اطفال. انا كل يوم بشوف هيك الاطفال بيروحوا على المدرسه، في منهم بنقهر كثير، بقول يا ريتني ما حلون بروح على المدرسه. الله يهنيهم، يا ريت انا بس اعرف اقرا واكتب، ما بدي شيء.